للحديث أكثر عن إغلاق السوق ينضم معنا أيضا عبر الهاتف محلل الأسواق المالية الأستاذ سالم الشويمان. أستاذ سالم أهلا بك على شاشة الإخبارية. في البداية أخبار إيجابية، يعني قيمة تداولات كبيرة يعني ورقم جديد تلامس 4 مليار، والمؤشر الرئيسي أيضا يعزز مكاسبه فوق 8100 نقطة، كيف ترى تداولات اليوم؟ أهلا ومرحبا بكم وبالمشاهدين والمستمعين الكرام. تداولات اليوم كانت جيدة بل ممتازة، لأن أمس شاهدنا الارتفاع 200 نقطة واقتربنا من قمة. أغلق المؤشر أمس عند 8098، وكان لدينا قمة قريبة عند 8128. اليوم تم اختراقها والوصول إلى 8209، أخذنا عملية جني أرباح. ما شاهدنا هو عملية جني أرباح أو استباقية قبل طرح أرامكو. هناك من اكتتب وتم رد الفائض ومن ثم الدخول في هذه المبالغ للسوق والاستفادة من الارتفاعات السعرية. طيب، سوف نقول أنها عبارة عن عملية جني أرباح فقط لا غير. طيب أستاذ سالم، يعني على سيولة السوق اليوم أيضا يعني سجلت رقم جديد 4 مليار، لمست 4 مليارات ريال، هل ستواصل الارتفاع خلال جلسات الأسبوع مع الأخذ بعين الاعتبار أنه يوم الأربعاء المقبل أقل من 48 ساعة السوق يستعد ل يعني كبرى شركات العالم، لإدراج كبرى شركات العالم أرامكو؟ هذا متوقع إن شاء الله أن يكون هناك ارتفاع تدريجي في السيولة، لأن هناك سيولة دخلت في اكتتاب ضخم قوي جدا، اكتتاب أرامكو. لذلك هناك من كان ينتظر هذا الاكتتاب، وهناك أموال كانت موجودة ومجمعة في البنوك، قد يكون ناس ليس لديهم اهتمام حتى في سوق الأسهم لأنهم كانوا عملاء سابقين في سوق الأسهم ومن ثم تأثروا. الآن نشاهد عودة أموال، لعل وعسى أن نقول أنهم بكتاب أرامكو دخلوا إلى السوق ومن ثم بدأوا يضخون أموالهم. طيب أستاذ سالم، على صعيد السوق الموازي أيضا بالأمس فقد ما يقارب 9%، اليوم يصعد 5%، يعني لا يتأثر بالعادة مع المؤشر مع مؤشر تاسي أو بالإخبار الإيجابية التي تدور خصوصا ليلة البارحة، 9% انخفاضات اليوم يصعد 5%، يعني ما هي أسباب ذلك برأيك؟ السوق هو عبارة عن سوق آخر صغير مغلق ومحدود، يتداول فيه فئات معينة ذات أرصدة معينة لها شروط معينة لا تنطبق على السوق الرئيسي، لأنها هذه شركات صغيرة متى ما تحسن وضعها أدرجت في السوق الرئيسي وتغيرت رؤوس أموالها وكذا تحسنت. ممتاز. يستطيع مضارب كبير أو من يمتلك سيولة حتى متوسطة أن يتم التلاعب ورفعها إلى أكثر من 5%. واضح. شاهدنا عندما تم إدراج بعض الأسهم في السوق الرئيسي تم إغلاقها بالنسب ومن ثم رجعت إلى أسعارها السابقة واكتتاباتها. عبارة عن سوق مغلق لا يتداول فيه جميع المتداولين. جميل. الأستاذ سالم الشويمان محلل الأسواق المالية، لم يعد لدي المزيد من الوقت، شكرا جزيلا لك.